اهلا وسهلا بيكم والدنيا ملك ايديكم مع قناه ست البيت والحو، الدنيا منوره بيكم. النهارده يومنا مش عادي، يوم خفيف قوي، وهقدم لكم فيه فكرتين اتنين. اول فكره، وعدناكم ان احنا هنقدم التوم، نخزن التوم ازاي في قلب الفريزر في الوقت في الموسم بتاعه. عندي توم وعندي ملح، ده كل اللي انا محتاجه. كل اللي انا هعمله بنظف حته التوم، طبعا قشرته، حته التوم اللي هي الراس دي من فوق دي بشيلها، ده كل اللي انا بعمله فيه. وبعد كده بجيب الكيلو عليه معلقه ملح، ركزوا معايا في الحته دي، كيلو عليه معلقه ملح. وبعد كده بجيبه بنزل بيه في الخلاط او الكبه اللي عندي. طبعا انا هوريكم عينه صغيره منه قوي، عايز معلقه انا بوري عينه صغيره قوي. طبعا احنا بنقول الكيلو عليه، انا طبعا انا عايز اخزن كميه، مش هخزن شويه زي دول في قلب الفريزر. كيلو عليه معلقه ملح. وبعد كده ابدا اعمل فيه ايه، افرم الرصيف ديت عشان احتاجها، معلقه الملح اللي انا هستخدمها كبيره، لازم نكون بقى ايه دقين شويه. حتة الفرم التوم اللي انا عايز افرمها بفرم زي ما انا عايز بالظبط. وبعد كده بعمل ايه، انا ما عملتش اي حاجة صعبة، كل اللي انا عملته اني فرمت التوم بس. وبعد كده اعمل ايه، بجيب عند الصينية بتاعتي وبعمل ايه، بقوم جاي حاطط التوم على ورقة الزبدة. عارفين البسبوسة، لما بنيجي نعمل بسبوسة احنا هنعمل فكرة زيها بالظبط كده. كل دوت ايه هنزله براحه خالص كده، نطلع على المسرح بتاعنا. دي خلاص مش محتاجها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي برضو مش محتاجها. ابدا اطلع فين، على المسرح بتاعي، بفرد براحه كده اهوت. طبعا انا بعمل كميه بسيطه خالص، انا عشان بس ايه مش شرط ان انا اعمل كيلو واعمل كميه تفرد الكميه دي كلها، الصينيه دي كلها. اللي انا بعمله بعمل ايه بقى، انا عايز المكعب بتاعي على قد الطبخه. ايه يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا هعمل اللي انا هعمله دلوقتي، ان انا هفرز الحته دي، بقطع بفرد كده بالراحه كاني بعمل بسبوسه بالظبط، بقطعها مربعات. انا عايز الطبخه بتاعتي بحيث ان انا هعملها مكعبات، تمام. المكعبات دي الصغيره ديت هجيب المكعب من قلب الفريزر، هحفظه في العلبه بتاعته، بعد ما يتجمد دوت هحطه في العلبه بتاعته، تمام. بجيب المكعب ده على قد الطبخه بتاعتي بالظبط. احنا عملنا التوم، نخش بقى على الفكره الثانيه اللي هي مع القرعاية. احنا قلنا برضو نفكركم تاني، احنا كنا بنتكلم على الروايح النفاذه اللي في قلب الاكل، نضيعها بايه، بالبقدونس، بمضغ بقدونس، او باكل تفاحيه، ممكن حته تفاحيه مش شرط تفاحيه كامله، او ان احنا ناخد معلقه عسل. معلومه على الماشي. بالنسبه للقرعايه ديت انا عايز اوريكم ازاي نقدر نشتغل في حته قرعايه، نبدا نلعب فيها ازاي. انا عندي القرعايه هيت على حسب ما هي ديت فاضيه من جوه، انا هعمل لكم اشكال ان شاء الله حلوه في قلب القرعه. انا عايز ممكن ابدا اشتغل فيها ازاي، بشوف القرعايه ان كانت محمله معايا ولا لا، على حسب ما هي شغاله انا هبدا اشتغل عليها. هي دلوقتي ديت فاضيه من جوه، فبالتالي انا لو عايز اعمل عليها شكل هعمل عليها شكل سطحي. بمعنى انا عندي ممكن ابدا على القرعايه دي ازاي، عندي ممكن اجيب، اعتبر ان السكينه ديت قلم، هبدا اعمل كده، تمام، كأن انا بعمل قلم بالظبط. معايا قلم برسم بيه اهوت، هرسم ايه، انا عايز ابدا اعرف ازاي اعمل ايه، عصفور. هرسم العصفور ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. ما عملتش حاجه غير ان انا كاني ماسك قلم وبشغل بيه.
تمام. ببدا اشوف بقى الحجم بتاعها كده اهوت. حلو حلو. بعمل ادي الغصن اللي هي واقفه عليه. انا تخيل يعني كده، وابدا اجي هنا. انا كل دوت ما استخدمتش السكينه لسه، انا بعمل حاجه امشي عليها كده. كده اهوت برسم ورقه كده. كل ده ما استخدمتش السكين، انا شغال بقلم. وبعد كده باجي هنا مثلا، بتخيل ان العصفوره ديت واقفه على الغصن، ادي الغصن اهو كده شغال اهو، ادي الغصن بتاعي هينتهي هنا، هنعمل له ورد. وادي ورق تمام. كمل كده زي ما انتم شايفين، اكيد انتم مش شايفين دلوقتي حاجه، بس انا هوريكم دلوقتي انا بعمل ايه اهوت. كل انا بعمله ان انا برسم ورق بالريشه دي اللي هي السكينه كده. ننزل تحت عشان نتمكن فيها شويه، وابدا انزل بالورقه بتاعتي. نبدا بقى ايه، اهي انتوا شايفين حاجه دلوقتي، شايفين ولا ايه؟ مش واضحه، هوضحها لكم اكتر بقى. همشي انا بقى على الخطوط ديت اهو بالراحه، ده الف ب نحت تمام كده. شايفين حته النحت او حته ان انا افرغ حاجه بتعتمد على اني امشي بالسكينه ديت عمودي كده اهو، انا شغال كده عمودي، واما اجي افرغ هميل السكينه كده عشان اوريكم برضه كل حاجه ان شاء الله هتشوفوها دلوقتي معايا. او انا شغال عمود اهوت اهوت بالسكينه كده عمودي تمام اهو كده. انا طبعا انا شغال بالسكينه، اكيد بدايه مسكتي للسكينه طبعا مختلفه. يعني انا ما جيت اول وابدا امسك سكينه طبعا، يعني مش بمسكها زي ما بمسكها دلوقتي. شوف انا شغال، بصوا ايدي ديت محور ارتكاز بالنسبه لي، وانا شغال هي السكينه كان انا فعلا ماسك قلم اهوت. ايدي ديت شغاله بتعمل ارتكاز ليا، والتانية هي شغاله بترسم معايا اهوت كده. في اشكال كتيره قوي احنا ممكن نبدا بيها وهوريها لكم طبعا. هتقولوا ديت ايه صعب علينا ان احنا نعملها، بس لما اجي اشوف حاجه زي ديت اعرف انها معموله ازاي. يعني حلقه كده ترفيهيه كده، لازم بقى تشوفوا كل حاجه على قناه ست البيت. ابدا افرغ كده واحده واحده، انا بمشي على كل اللي انا عملته. يعني انا مسكت، ممكن اعمل ايه بقى، ممكن اجيب لو انا مش عارف ارسم اجيب صوره واقوم جاي لازقها على حته الورقه ديت، وابدا امشي عليها بالقلم تحديد. وبعد كده زي ما انا بدات اتعلم حته ان انا اعمل نحتايه او ورعاية او بطيخه او اي حاجه. شوفوا انا ماشي عمود اهوت على السكينه بالسكينه كده تمام اهوت. اكيد طبعا الموضوع في البدايه بيبقى صعب، بس لازم نشوف كل حاجه بتعمل ازاي حتى على الاقل ناخد فكره عنها. معلش ثواني وارجع لكم. هبدا اخد بقى الظهر بتاع العصفوره او على حسب ما تيجي معانا بقى، عصفوره يمامه بسم الله. انا كده كل دوت بعمل ايه، بعمل تحديد للشكل اللي انا عامله.
انا كده خلصت تحديد. هبدا قبل ما اشيل الحاجات دي كلها هعمل شكل للورقه بتاعتي. الورقه بتاعتي تتعمل ازاي الشكل بتاعها؟ بعمل كده تمام، خليكم معايا اهوت اهي، وابدا اشيل حته براها خالص كده، يمين وشمال، بتطلع معايا يمين وشمال تمام. التانية اعمل كده اهوت، بميل السكين على الطرفين الاثنين كده، وببدا اعمل يمين وشمال اهو كده وكده. انا ليه بعمل كده الاول؟ بعمل كده على اساس ان انا عايز اعمل الورقه بتاعتي ديت اول ما هاجي افرغ الحاجه دي هتظهر، يعني هتبقى ضعيفه معايا، فمش هعرف مش هقدر يعني هاخد الحاجات اللي هي جواها ديت معايا، هتتكسر مني كده اهوت. حلو قوي، احنا قبل كده عملنا مع بعض بوكي ورد. هتقول بقى احنا ممكن يعني هل انا هبقى عندي وقت اعمل حاجه زي ديت في البيت؟ ان شاء الله لما تشوفي حاجه حلوه وتحاولي تنفذيها في البيت تمام، يعني هيبقى عندي الدافع ان انا انفذ. ليه؟ لانها عجباني، عايز ابقى مميز في البيت عندي في مناسبه يعني. حاجة في بدايتها صعب، بس بعد كده ان شاء الله لما تجربوها تجربوا تعملوا. طب وبعد كده؟ بعد كده هنعمل في القرعية دي ايه؟ هنرميها؟ لا مش هرميها طبعا، هستخدمها كشوربة. استخدم، بصوا بقى ركزوا معايا في الحتة دي، انا طبعا فحرت كده والسكين عمودي كده، انا حفرت كده والسكين عمودي، لما اجا افرغ بعمل السكينة بميل كده اهوت، وبمشي على الحفر اللي انا عملته حتة حتة اهوت، بتبدأ تظهر معايا شكل الورقة. صعبة؟ كده هتقول في الأول إنها صعبة، بس والله لو جربته هتبقى سهلة تمام؟ ببدأ بميل برضو واخد الايه؟ اهو براح براح، معلش أنا مميلها كتير عليا، بس أنا بحاول بقدر إمكاننا، ويعني عايز أوريكم لأن الكاميرا طبعا كلها أمامية، وأنا المفروض الحاجة أشتغل في الحاجة ديت أساسا وهي وشها ليا أنا، فغصب عني إن كانت في حاجة أساسا ما بتجيش معاكم. يعني الحاجات دي يا جماعة فيها شغل كتير قوي، النحت ده فيه تجسيد وفي حاجات كتير قوي وفي في حوارات كتير، بس أنا عايز يعني مش عايز أصعب الموضوع، أنا عايز أخد فكرة. والله بنشوف حتى لما بنشوف في المناسبات، بنشوف دخلنا فنادق، دخلنا حاجات زي كده، بنعرف حتى هو الشيف اللي عمل الحاجة دي عملها ازاي، مش حتى يعني العلم بالشيء. ايه رأيكم اما نطلع فاصل؟